86 على طول إمارة ديالي. ان شاء الله يا رب الله يكتب لنا ان شاء الله فوز. حرام والله حرام نلعب ان شاء الله فوز يا رب والله. والسد والله مو مستوانا والله مو مستوانا السد. بعد جول ان شاء الله الحين نفس مباراة قطر نجيبها الحين باذن الله. الحين التعادل وصل باقي بعدكم تفوز. بعد جول بنحك الغرافة. والله تعبنا وهذه الفرص. يا اقول لك انا متوقع من تعادلنا ان شاء الله بنجيب الثالث. هو الضغط شوي كان عندنا عشان نص ملعب ركاردينو طلع فما كان فيه لعيبه يصنعون لعبه، كنا بس من زاويه اليمين لليسار، يمين يسار، والحمد لله فرط ما رضينا سوى بلنتي. ليتعادل الريان ولها ماجد الخليفي 2-2 وتمناها حمود سلطان لصالح الكره الغرفويه 2-2. مدرب يطلع لي مهاجم يدخل لي دفاع عشان ما اشر، هو وايد المفروض يروح. كنا نلعب في نادي طائم في ايطاليا ولا شنو؟ اذهب وياه. انسى تواجه الريان الرهيب. الرهيب على عيني وراسي، لكن يدافع لي. هاتم روح. ما انا قلت لك شوط اول الريان تراجع فزنا عليهم 2-1، الحين ست تراجع تعادلوا الريان معنا وهذه المباراه. راضي عن فريقك اليوم؟ الحمد لله بس يعني لك عليه. احنا تعادلنا بملعبهم. خذينا نقطه من عندهم، خليناهم ياخذوا نقطتين، هذا اهم شيء. اهم شيء الريان الحين تحتنا، هذا اللي نبيه بس. اهم شيء ما يطلع فوق. خلاص ملعبهم مستانسين على التعادل فوزنا احنا النتيجه ايجابيه للسد. والله المدرب هو اللي ضيع الزعيم، يعني احنا كنا ضاغطين عليهم مشتتين اعصابهم، ولما بداوا انهم يضغطوا علينا ويكشفوا دفاعهم كان المفروض ان على الاقل علي حسن عفيف انه ينزل في الهجوم اليوم. راح المدرب سحب يوسف، ما ادري ليش سحب يوسف، سحب يوسف نزل الجفال قال لهم يعني خذوا راحتكم ما عنده هجوم. حرام والله. تعادلوا لنا المدرب الله يهديه كتب الفريق يوسف احمد مدرب صراحه غلطه مدرب، بس انا اقول غلطه مدرب. ما حد خرب المباراه الا المدرب، مدربنا خرب المباراه. كان الفريق ماشي حلو في اخر دقيقتين 10 دقائق ما ادري ايش سوى. عندنا يوسف سو يوسف تمام، هو مدربنا مو بالغلطه، ترى غلط مدربنا والله. خير رجل حساباته ويشوف. بس انت تلعب مع رهيب. الرهيب شنو الرهيب؟ الزعيم زعيم الانديه. لكن مع الايام جايه ان شاء الله والفرص. صراحه التعادل يعتبر بطوله بالنسبه للرهيب. التعادل مع الزعيم يعتبر بطوله، والمدرب صراحه هو اللي سبب هالتعادل. لما طلع يوسف احمد الريان مسكوا المباراه. لو ما طلع يوسف احمد والله العظيم الريانين ما كانوا ماسكين كلش الكوره. بس خلاص على الله ان شاء الله القسم الثاني. لا الريان افضل. انا قلت لك الفلسفه اللي تعيب عليها يوم قلت لك ان الريان سجل جول، قلت لك انا اتوقع الخساره. انا اعرف لعيبتي اذا في بالهم الفوز لو تجيب لهم منتخب يفوزون عليه، لكن اذا بيتخاذلون في الملعب نفس ما صار في الشوط الثاني وبيتدلعون. لا تقطع الكلمه، انا اقول لك لو بيتدلعون في الاداء نفس ما صار في الشوط الثاني لو تجيب اضعف فريق في الدوري بعد بفوز علينا. اللي انا لعبت مع الريان الرهيب. معليش الريان على عيني وعلى راسي، لكن انا اقول لك اذا تحترم الخصم اللي قدامك بتفوز عليه لو يكون اي منتخب، لو يكون اي فريق. لكن اذا انت يعني صراحه المباراه الشوط الثاني تحولت سيرك، يعني لعيبه السيرك صراحه لعيبتنا ما قدموا شيء، كل من ياخذ الكوره يتمشى كاننا في الكورنيش ما كاننا في الملعب، واللي بيزعل يشرب ماء البحر. دلع في اللعب واستهزوا في لعيبه الريان وهم يلعبون. لكن بس التعادل مرضي ها؟ لعبت قدام الرهيب الريان. الريان لعبوا احسن منه. الريان لعبوا احسن. من متى السد يلعب اثنين ضد الريان ويوقف؟ السد يلعب ضد الريان ثلاثة أربعة يعني كل مرة. لا تنسى هذا الرهيب مهما كان. ما في رهيب يبا من رهيب. اوكي آخر بطولة خذوها متى؟ متى خذ آخر بطولة؟ احنا ماخذين رباعية، ماخذين ولي العهد، ماخذين الدوري، شبعنا بطولات، يعني فريق هاي مستوى؟ هاي يعني ليش ما دخل جايب لي فان نستروي؟ جايب لي فان نستروي؟ اللي هو الأخ رودريجو؟ ليش ما دخله؟ جايب لي نظارة حق الرديف. هاي مو بالسد. يعني الإدارة شايفة نفسها، أي زعيم أوكي درينا إنه زعيم لكن هاي مو زعيم، والله حرام. تعادلتوا. بالحظ فرصتين وفرصة يوسف أحمد، ثلاث فرص المباراة.
يعني هم دياتره بس اعتقد ان التعادل يعني ما نفع عادل لا ما خدمكم ما اقول تعادل عادل انا اقول ما خدمكم ولا خدم السد لان الغرافه يتمنى هذا التعادل كان يعني نقطه احسن من الزعيم يحمدون راضين عن مستواكم اليوم لا الحين راضي على عز المستوى لو ما اخذ الكارت الديانيه كان قد احسن لاعب في البطوله كامله مش المباراه دي نقول هارد لك يعني ما دام التعادل هارد لك لنا مبروك للسد والله حرام نطلع متعادلين حرام نطلع فايزين فرق أربعة والله حرام ايش نسوي خدمتوا الغرافه وايد حمد اليوم خدمنا السد قبل الغرافه خدمنا السد انه ما يطلع بفضيحه السد بس من الشوط الاول الشوط الثاني بروحه هجمه واحده ما سوى شيء السد اليوم القهر ان الجمهور يطلع راضي بالتعادل ما حد راضي بالتعادل هذا القهر السد قسم بالله فريق عادي ما عندهم شيء والله ما عندهم شيء ما رد يعني سواهم معصره في الملعب ما والله التعادل 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 بالنسبه لكم انا اقول لك ما عندي حظ يا اخي حرام اطلع 2-2 انا المفروض اطلع 4-5 مستانسين لي عيال الذيب عيال الذيب هم محمد وربهم نطلعوا بنتيجه تدري شنو بنتيجه؟ بنتيجه هذا اللي اقول لك بنتيجه لا احنا ضيعنا وفرطوا من هزيمه وكل وين شايف؟ وين شايف؟ بس انا اقول بس لحظه شوف انا بقول لهم كلمه اللي بيستهزف الريان وجمهور الريان اللي طلع ماي صحه وقال صحه الحين رحت هو مصدع وكلهم بس بقول لهم كلمه والله اللي بيغلط على الريان وجمهور الريان لعلم الالف والباء والياء الشوط الاول يا اخي الشوط الاول مو براضين الشوط الثاني راضين شوي ها لان بدايه الشوط بدايه الشوط الاول المفروض احنا فايزين بالبدايه لان احنا تقدمنا بقوه اما الشوط الثاني المفروض نهين المباراه بالكامل خلاص راحت عليكم المباراه رايح علينا رايح بس مفروض احنا خلاص احنا احنا راضين على نادينا ما دامه الرهيب ما دامه الرهيب احنا راضين عليه ولا في ولا اي مشكله ابارك للسد على النقطه اللي خذوها وثاني شيء العتب على توري على هالمحترف السوبر اللي جابه الويزو هذا محترف ذابح اللعبه مش راضي عن الويزو مش راضي ابدا انتقالات شتويه بدلوه اول شيء اداء الريان اليوم مش مقنع الجماهير مش راضيه لكن نقطه احسن من خساره والفريق ادى الشوط الاول ادينا يعني بامانه فيليب جورج خله يفصل نظارات زين يفصل نظاره ويشرب عصير جزر اشكركم يا ربع يشرب عصير جزر عشان يشوف جماهير الريان بس ليش ما تقول ان فيليب جورج كان يبي يحفز جماهير الحضور ما فيها تحفيز هذه ما فيها تحفيز الريان اكبر قاعده جماهيريه رضا من رضا وشاء من شاء وابى من ابى الريان اكبر انا اليوم يعني كنت راضي على 2 انا انتقدت الاسبوع اللي فات اللي هو اماره دياني بقول يعطي ألف عافية ما ردينا وليت انه يستمر على المستوى هذا وبقول لعادل لامي بيض الله وجهك لاعب من يوم ما دخل حتى الكرة طالعة برا يروح يركض يجيبها يبي يسوي شيء للجمهور اللي جاء بقول ارد على فيليب جورج يعني وصالح داود اللي يعني يقول لا يعني لاعب في الملعب وشوف اللعيبة هو اللي فيليب جورج اللي يشوف اللعيبة وين يعني جمهور الريان تقارنه بالسد اذا هو معروف يعني جمهور يا جماعه ليش ما تاخذونه من الناحيه التحفيزيه يا اخي فيليب يحاول يحفز جمهوره جمهوره بس ليش يؤكد عليه يعني صالح داوود لا يقول ايش اسمه سد هذا لاعب في الملعب المفروض انكم ما تتاخذونه اول شيء ويروح يتصل في يقول عبد العزيز العنبري ايش اسمه شكك في موقع السد ما انا ما يصير كذا انا بقول ان شاء الله للامام على المستوى ان شاء الله اللي هو عادل لامي مقتنعين في مستوى فريقكم بقول لك انا مو مقتنع من اللعيبه كامل اللي هو ظهير الايمن سلمان صبحي ايش سوى اليوم سلمان صبحي يعني حرام عليه في يعني ليت انه شد نفسه احنا ما نبي نظلم لعيبتنا اقول شدوا حيلكم قدام المباراه مصر خسران المباراه اللي راحت وحنا يعني نقطه احسن من لا شيء احنا مباراتنا الجايه مع مصال يا ليت ان ريان يشوف يعني يراجع نفسه ان شاء الله نفوز والله جمهور ريان انقص عليهم والله مستانسين على التعادل مع السد مش فوز تعادل جمهور السد طالع حزين ليش تعادل مع الريان فريق ضعيف الريان والله العظيم ما عندهم شيء جمهورنا ينقص عليهم قسم بالله كلمه افهم شلون ينقص عليكم وادارتكم شلون اداره مش واعيه وين اللعيبه وين النفسيه انا اللعيبه العموم نفسيه شايف ان نفسيه لعيبتكم اليوم كانت تعبانه نوعا ما من بدايه الدوري مو بهالمباراه احنا ينقص علينا نفوز على الخرطيات على الخور فوزوا على الغرافه فوزوا على العربي فوزوا على السد هاي ما هي هذه ان فريق نادي الريان ما يقدر يفوز على الكبار ما راح خسرت من العربي خسرت مع الغرافه ومع الحين مع السد ما قدرت تفوز فريقنا فريق مجمع انا اعترف والله العظيم مع هالفريق نفوز في الدوري يبي لنا 5 سنوات قدام ولا ما راح نفوز ترى والله العظيم ما راح نفوز